رجعنا لكم مرة تانية، أهلا بيكم معانا. في الفقرة دي احنا هنناقش موضوع أنا شايفة أنه هو بيخص كل البيوت المصرية وخصوصا الأمهات. يعني أنا شخصيا كأم أنا الموضوع ده يعني شغلني جدا، ولادي والمدارس اللي السنة الجديدة هتكون شكلها إيه، معالمها إيه، ولادنا هيروحوا إزاي في ظل مثلا جائحة الكورونا، ولسه طبعا عارفين إن لسه موجود أثارها لحد دلوقتي. ايه هي الاجراءات الاحترازيه اللي اقدر انزل ابني او بنتي من البيت عشان يروح المدرسه وانا مش قلقانه ومش خايفه عليه؟ القرارات الجديده، الثانويه العامه، انا بنتي والله ثانويه عامه يا جماعه، الثانويه العامه دي يعني برضو حاجات كتير جدا البيت المصري النهارده بيتساءل. اصل اهم حاجه عندنا ولادنا، لازم نكون مطمنين عليهم زي ما هنكون مطمنين عليهم في التعليم، فاحنا كمان عايزين نطمن على صحتهم. فيعني احنا النهارده حضرتك طبعا شرفتنا يا فندم، استاذ طلب خاطر موجه في التربيه والتعليم، هنناقش مع بعض قرارات وزير التربيه والتعليم اللي صدرت مؤخرا، ونتمنى ان حضرتك تدلنا فكره عامه عن القرارات دي واهمها. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقه قرارات السيد الوزير في الاسبوع اللي فات اهم حاجه فيها من منطلق الخوف على اولادنا بالظبط، والإجراءات الاحترازية اللي سيادة الوزير مع وزارة الصحة هيطبقوها، بحيث أن طبعا القرارات أن الطلبة هتروح أيام محدودة، بحيث أن الفصول ما تبقاش مكدسة، وكل الإجراءات متوفرة لهم. فهذا الجانب متوفرة لهم يعني يا فندم، يعني نقدر نقول مثلا الكحول، الكمامات، الحاجات بتاعت الاجراءات الاحترازيه أكيد كلها. اكيد طبعا، اكيد كل مدرسه، يعني اعتقد ان ده هيكون عبء على الاسره لو ده مش متوفر من الوزاره أكيد او من كل المدرسه. مدرسه وكل مدير بالزبط. مدرسه هيبقى عنده القدره ان شاء الله انه يوفر الكلام ده كله للطلبه وللمدرسين والموظفين وكل طبعاً. حد في المدرسه، لان احنا اهم حاجه الصحه. ايوه بالظبط، واذا ما هو ده اللي توفرت بنتكلم الصحه فيه، هيتوفر التعليم، وما ينفعش ان احنا نحمل للبيت المصري حاجه. الجسم السليم هو اللي هيعرف يستوعب، وهو اللي هيفهم، وهو اللي هيتعلم. بالظبط، فالجانب ده بصراحه بنشهد الوزاره بالاجراءات دي. بالظبط، ده الجانب التساؤل الاولاني. ده على فكره انا اتسالته بالفعل، هل الوزاره هتقدر توفر الحاجات دي في المدارس ولا هتكون حمل علينا في البيوت؟ لا طبعا احنا هنتمنى طبعا، وبعدين نتمنى ان شاء الله ان كل ده يكون متاح ان شاء الله. حتى لو كان مثلا صعب ان هو يكون متاح بالنسبه لكل المدارس، فيعني ممكن في يكون الحقيقه بقى المدارس اللي مش هتقدر، يجب الناس المحيطه والمجتمع ما هو ده اللي البدني انا بقوله، يعني تبقى ومجلس حتى الامناء لو تبرعات عينيه بالظبط للطلبه كده، اللي هي كمامات يتبرعوا لمدير المدرسه جلافز. ايوه بالظبط، بفعلا بالاجراءات دي. ويا ريت يا ريت ان كل مدرسه يوميا يتم تعقيمها، لان عندنا اوكر البيبيين، عندنا السلالم، عندنا الترابزين بتاع السلالم، عندنا اصل دول اطفال. هذا الجانب انا متاكد فعلا ان معظم مدير المدارس اللي هم زمايلي او كانوا زمايلي قبل كده كلهم فعلا بيعملوا الكلام ده، لدرجه انا النهارده في مدرسه عندنا في قريه جنبنا في المنوفيه، مدير المدرسه حضرتك من المنوفيه؟ انا من المنوفيه. اهلا بحضرتك. مدير يعني بصراحه جد، انا مدير المدرسه وعمال المدرسه قاموا مسكوا المدرسه غسلوها ومسحوها. مدرسه صحه ولادنا امانه. انا بس معلش هقول اسم حضرتك المدرسه معانا تشجيعا، مداخلة. هقول مدرسه اتفضل. مدرسه منشيه سيف باداره البجور التعليميه، المدير والناس اللي فيها فعلا غسلوها وكانها بيتهم. ربنا يبارك. فده جانب يعني يورينا. معانا اتصال يا فندم، اتفضل استاذن حضرتك. معانا اتصال من الاستاذ محمود، اتفضل. اتفضل. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الاستاذ؟ ايوه طبعا، اتفضل يا فندم. يا فندم دلوقتي ابن حضرتك جايب 248 في المجموع بتاعه، 248 في المرحلة الايه؟ في الاعدادية ولا في ايه؟ هو في سنة كام؟ نعم في سنة ايه؟ سنة أولى ثانوي يا فندم، داخل ثانوي وداخل هو يعني في الإعدادية. أيوه طالع من الإعدادية. 248 حضرتك دلوقتي جايب 248. ايوه. رحت اقدم له مثلا خدمات، بيقول لي المصاريف 2600 جنيه. فانا عاوز اعرف 2600 جنيه يعني مصاريف جامع علينا، وانا انت عارفين ان في الجو اللي احنا فيه ده. ايه خدمات؟ هو بص حضرتك، هو يقصد ان هو ما قابلش المحافظه كثافه الطلبه اللي مجاميعها عاليه للثانوي العام كبيره، فالمجموع وصل ل 248.
فاصبح دلوقتي اللي اقل من 248 وعاوز يقدم لابنه ثانوي عام عشان يحضر، فدي رسوم الاداره او المحافظه او الوزاره ما قايلها. هي طبعا كبيره شويه صحيح، بس حضرتك طالما عايز ابنك يروح المدرسه ويستفيد من المدرسه، فممكن حضرتك يبقى في. ودي بيتم دفعها دفعه واحده ولا اقساط ولا؟ هو اكيد اقساط يا فندم، اكيد اقساط. ممكن هو يقدم برضه بحث، يقدم اي حاجه. ايوه فعلا، بحيث ان الايه المصاريف تقل. أيوة. وعموما احنا هنتكلم برضه دلوقتي يعني برضه بالنسبه لحكايه المصاريف اللي هي على المدارس الحكوميه. ايوه بالظبط، لان الوزاره يعني كلنا عارفين ان المصاريف السنه دي زادت. هو احنا يعني مش عايزينه يكون عبء على البيوت المصريه. احنا هنقول حاجه، هو اولا المصاريف بتاع المدرسه قبل كده احنا دايما كنا بنتمنى ان ولي الامر يدفعها، لانها بتعود على ابنه في المدرسه. أيوة. الوزاره شايفه انها عاوزه تقدم خدمه اكبر، فرفعت الايه المصاريف. والله اذا كانت المصاريف دي هترتفع وهتعود على الولد انه يروح المدرسه يلاقي مقعد كويس ما فيهوش مسمار بنطلونه ما يحصلش حاجه، هيلاقي سبوره كويسه، هيلاقي فصل كويس، هيلاقي كرسي للمعلم. لو المصاريف دي هتعود على المدرسه مباشره فاهلا بها، ولكن ارتفاعها معانا مداخله. ارتفاعها لحظه بس، ارتفاعها مره واحده ده نتمنى الارتفاع يحصل تدريجي عام بعد عام، ما يبقاش مره واحده، وخاصه ان ولا الامور خارجين من جائحه الكورونا، اعمال غير منتظمه، فيهم ناس تعبانه. سياده الوزير قال احنا هنعفي ناس كتير من المصاريف. بالظبط، وهم على فكره مش اول مره، ده هو كل سنه بيتم اعفاء ناس كتير. الناس اللي هي اصحاب الاعمال غير منتظمه. أيوه. يجب تعفى المصاريف. أيوه. الايتام. أيوه. اولاد الشهداء. الكلام ده كله ما هو بالفعل ده بيتم كل سنه. فانا بقول ان هدفع واشوف خدمه تعليميه. أيوه. وابني هيقول لي ده انا لقيت المدرسه حلوه وشكلها كويس وغيره، انا مش هستخسر فيه، ولكن تبقى ايه تدريجي عام بعد عام. استاذن حضرتك معانا مكالمه، طبعا احنا بنتشرف ان احنا معانا النهارده في المكالمه دي والمداخله دي دكتور اشرف عطا. اهلا بحضرتك يا فندم، نائب رئيس تحرير الاهرام. يا اهلا وسهلا. اهلا يا فندم، حضرتك منورنا، وكنا نتمنى وجود حضرتك النهارده معانا. اولا انا بستاذن بس التايتل، لست نائب رئيس تحرير عشان بس التعديل، صحفي بالاهرام دي اولا، يعني عشان التايتل اللي هو مكتوب على الشاشه. بداية طبعا تحياتي لحضرتك يا استاذ رجاء. اهلا بحضرتك يا فندم، سعيد جدا بمشاهدة البرنامج عبر شاشة التلفزيون. ثانيا طبعا برحب بالاستاذ طلب خاطر، القيمة والقامة التعليمية. اهلا يا دكتور، اهلا، ربنا يشرفك. طبعا حقيقي وجوده في البرنامج ومع حضرتك اكيد هيعمل اسراء للحلقة. ميرسي يا فندم، ميرسي. انا ما اطولش، انا ليا سؤال ذو شقين. اتفضل. السؤال هو طبعا في ظل القرارات معالي وزير التربيه والتعليم، من ضمن هذه القرارات جعل حضور الطلاب في المدارس يومين اثنين او ما بين بالزبط. يومين او ثلاثه. أيوه. وفقا للفترات الدراسيه يعني. أيوه. السؤال هنا في هذه، هل الفتره الزمنيه الدراسيه المحدده اللي هي يومين في الدراسه. أيوه. هل كفيله انها تستوعب المنهج الدراسي للطلاب، خاصه. أيوه. في ظل ان بعض المناهج اقتصرت او احتجبت في الفتره اللي فاتت من شهر 3 نظرا لوجود جائحه الكورونا. أيوه. زي ما حضرتك طرحت يعني. أيوه. فده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، ان طبعا في الفتره الزمنيه اللي فاتت من شهر 8 تحديدا كان هناك حمله شرسه من بعض الجهات الامنيه على محاربه الدروس الخصوصيه. فطبعا. أيوه. السؤال هنا، هل لما ندي فرصه في ثلاث يومين اثنين في الدراسه هيبقى في اربع ايام فاضيين للطلبه قاعدين في البيت في الايام دي، فبالتالي هتكون فرصه لاتاحه الفرصه لوجود دروس خصوصيه، فكيف يكون المحاضرات في هذه الفتره في ظل ان انت بتدي فتره زمنيه كبيره جدا للمدرس يقعد في البيت. أيوه. فبالتالي. أيوه. هيبدا في انه يدرس للاولاد. يعني حضرتك يعني التساؤل دلوقتي هو سؤالين. سؤالين، هل اليومين او الثلاثه او الاربعه بالنسبه لرياض الاطفال او اول سنوات الابتدائي، ما يكونوا اربع ايام، هل دول كافيين ان هم يخلصوا فيهم المناهج؟ هل الجزئيه الاولى الجزئيه الثانيه لحد ثالثه ابتدائي هيبقى أربع أيام للأولاد الصغيرين بالفعل. أيوة. وكتب موجودة والمدرسين موجودين، فما فيش مشكلة. لازم محاكاة المعلم. من رابعة ابتدائي. أيوة. لحد ثانوية عامة. أيوة. هيحضر يومين. هو طبعا الوزارة بصراحة قالت إنها هتوفر حاجتين، برامج تعليمية على مستوى عالي
وبيدرس فيها مدرسين مستواهم عالي. أيوه. الطلبه تشوفها. ايوه. وهتوفر منصات تعليميه، والمرحله الثانويه فيها تابلت هينزل عليه البرامج دي كلها. هو ان احنا بقى بننشد الوزاره سرعه الكلام ده. ايوه. هو احنا دلوقتي العمليه ضلمه بالنسبه لنا، لان الطلبه دلوقتي لما تسالي طالب يعني التابلت عليه حاجه ما معلهوش، لسه ما فيش البرامج التعليميه لسه يا فندم. الثانويه العامه لسه بالظبط كده ما فيش مناهج. فاحنا بننشد بقول لحضرتك انا بنتي ثانويه عامه لسه مش عارفه مناهجها ايه. احنا بننشد الوزاره انها احنا فعلا. احنا بنشكر حضرتك يا دكتور، ان شاء الله هنجاوب على كل تساؤلات حضرتك. شكرا يا دكتور اشرف، حضرتك المداخله شرف لينا يا فندم. تحياتي لحضرتك. ميرسي ميرسي. احنا دلوقتي بالنسبه للجزئيه ديت بنناشد الوزاره سرعه مناهج، سرعه الايه. أيوة. ان البرامج التعليميه تشتغل من دلوقتي. طيب. وتشتغل قبل الدراسه. وحضرتك شايف ان النهارده الطالب عشان يتعلم من فيديو او من منصه او من اي شيء الكترونيك يعني. أيوة. هل ده هيعوض؟ بص حضرتك اقول لك على حاجه يعني بدون بقى التقيد باي حاجه خالص. ماشي. احنا طول عمرنا عارفين ان المدرس بتاعنا او المستر بتاعنا التفاعل. مجرد ان هو موجود وواقف يا فندم ده يعني ده له قمه الاحترام. هرد على حضرتك. هل انا إحنا اتفاعل إحنا مع فيديو هيبقى فيه تفاعل؟ ماشي. هيبقى فيه حته الثواب والعقاب اللي احنا طول الوقت كنا بنتعلم عشانها. انا رايحه المدرسه بتاعتي كل حاجتي كامله عشان المستر بتاعي ممكن يقول لي يعاقبني او ممكن يقول لي لا ما ينفعش. او طب فين ده؟ كل كلامك مظبوط. هيتعلموا ازاي؟ كل كلامك مظبوط، ولكن انا عايز اسال سؤال واحد. احنا في الجائحه دلوقتي، انت في الاول قلتي انا خايف على اولادي، انا قعدت المدرسه عشان صحتهم. ايوه. طيب نعمل ايه وانا ما عنديش امكانيه اودي اولادنا الاسبوع كله؟ لان لو راحهم هيبقى في الكثافه طبعا والعدد ما يقدرش، لدرجه طيب. ان المدارس الخاصه معلش هتخلي تروح ايام كتير لان عندها مساحه من المكان. بالزبط. يبقى انا دلوقتي اتحمل ايه؟ ان انا هروح اليومين واضطر بالغصب عني اتابع البرامج التعليميه مع اولادي، واللي عنده تابلت اشوف الحاجات اللي تنزل عليه اتابعها، وفي اليومين بقى اللي هيروحهم يبدا الاستاذ هو هيبقى عليه عبء كبير طبعا يتفاعل مع الاولاد في صوره ايه فهموا ايه ما عملش ايه، او يدي يعني نبذه سريعه يعني اللي هيتم من خلال المنصه في اليومين او الثلاثه او حتى الاربعه هيتم مناقشته من خلال الفصل ومدرس الفصل. ويبدا يشرح جزئيه معينه، مش هنقول هيناقش او غيره. أيوة. ما يكسلش، ما هو لازم يشرح. انت هنا عبقريه المعلم بقى. أيوة. ان ازاي في يومين اتنين يقول له كل حاجه برضه، بدليل الطالب اللي بياخد درس معلش هو بيروح عند الاستاذ كل يوم؟ ما بيروحش كل يوم. أيوة. ما بيروح يومين اتنين في الاسبوع. وبعض المدرسين بس هو يومين اتنين في الاسبوع يا فندم، بس دي بتبقى الماده واحده. ماشي، ما هو برضه نفس الكلام. لكن اليوم الدراسي هل هيساعده؟ ما هو مثلا عنده خمس مواد في خمس حصص او ست حصص برضه. يعني هياخد في كل ماده، واحنا قلنا هيعتمد. احنا بين نارين دلوقتي فعلا. الصحه لا قرار صعب ولا ايه؟ يبقى احنا ولادنا مؤقتا عقبال ربنا ما يعديها بخير علينا من جائحه الكورونا ديت نتحمل. يعني البيت يتحمل. يعني المناهج معنى كده ان هي ممكن يعني يتم هو ممكن مثلا هو شوية. ممكن هو ممكن ان المناهج الحشو اللي فيها المستشارين بتاع المواد يعجبوا جزء منها. اعتقد ده جانب. الجانب الثاني ان سياده الوزير في النظام الجديد وخاصه المرحله الثانويه في الامتحانات هتخاطب العقل، وده شيء جميل. يعني انا بقى حته الكتاب وحته المذكره وحته اسمع وحته احفظ خلاص. يبقى اذا انا الولد لما اتناقش معاه، يعني لما اتناقش معاه نص ساعه في موضوع معين هيفهم. أيوه. السؤال هيبقى كده. أيوه. مش هقول له انت حفظت ايه، فهو لو فيه ما هيجاوب. ايوه. طب معانا مكالمه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه رشا ازي حضرتك؟ الحمد لله، اهلا يا فندم. بشكر حضرتك على الحلقه الجميله ديت، وبرحب بالاستاذ طلب. اهلا بيك يا استاذ طلب. اهلا يا باشا، تحت امرك. ربنا يكرمك. انا بس عن سامعاني كده؟ ايوه يا فندم سامعيني، اتفضل. بقول لك على حضرتك انا عندي سؤال بس للاستاذ طلب. اتفضل. احنا حضرتك بالنسبه للمصروفات اللي جايه جديد لصندوق دعم مصر اللي هو 300 جنيه على كل طالب. ايوه. 300 جنيه لكل على كل طالب، وانا عندي اكتر من اربع اولاد في المدرسه في المدارس. ايوه. يعني هدفع 1200 جنيه لصندوق دعم مصر، هل ده مش يعتبر كتير على كاهل الاسره؟ لا، هو حضرتك اللي احنا سمعناه في قناة الوزير دراسية. ما سمعناش ديت. لا، المصروفات في المدرسة يا فندم تعود على ابن حضرتك. ايوه ايوه، مش لصندوق دعم مصر. الحجرة اللي هيقعد فيها الفصل
على الديسك اللي هيقعد عليه، على الامكانيات اللي هيشوفها. أيوة. احنا دلوقتي بنناشد الوزاره ان سياده الوزير قال كده، المصروفات هتعود على المدرسه، على المدرسه عشان مصلحه الطالب. ايوه مش ده ما سمعناش احنا دعم مصر دي بصراحه. لا انا اول مره اسمعها فعلا. يعني سمعت ان المصروفات للمدرسه. هو في حد قال لحضرتك كده؟ يا استاذ طلب، يعني انا النهارده ميزانيه وزاره التعليم كلها مليار ونص تقريبا او اكتر شويه. ايوه. لما انا اخد من كل طالب 300 جنيه في 23 مليون طالب ولا 24 مليون طالب عدد الطلبه، ده احنا نعدي 7-8 مليار. مش بتتحسب كده يا فندم، انت حضرتك حسبتها كده ازاي؟ اولا هي اتحسبت. لا المرحله دي هيدفع ايه والاعداديه كام والثانويه كام؟ أيوة. للمدرسه وليس دعم مصر. وحتى سياده الوزير قال ان كل حاجه هتعود على الطالب. وبعدين احنا بنناشد الوزاره في ايه بقى؟ ان الحالات اللي زي حضرتك لما هيقدم بحث ان عنده اكتر من تلميذ في المدرسه، من اكيد هيعفي من ابن. ايوه هيعفي، يعني طبعا اكتر من ولد في المدرسه. أيوة. هيحصل اعفاء للبعض. نتمنى فعلا ان دي تكون من ضمن الحالات اللي هيتم تخفيف المبلغ شويه عنه. نناشد الوزاره ان شكرا لحضرتك يا فندم. في المدرسه اكتر من واحد او اثنين يبقى برضه في اعفاء، يا ريت. وخاصه. أيوة. الاعمال الغير منتظمه. ايوه معانا مكالمه من استاذ خالد من القاهره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضرتك وتحياتك للضيف الكريم. اشكرك. انا معاكم خالد رمضان، خبير تربوي في وزاره التربيه والتعليم بالقاهره. نورتنا يا فندم، نورتنا. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا انا يعني متابع الفقره من اول ما بدانا في فقره قرارات وزير التربيه والتعليم. انا طبعا مع سياده الضيف طبعا ان موضوع المصاريف لو هيخش في استفاده للمدرسه وللمعلم ده ما فيش اي مشكله خالص. أيوة. لكن انا في موضوع مهم عايز اقوله، موضوع المنصه. طبعا احنا يعني برضو مصر كبيره وفي محافظات وقرى، في بعض المدارس ما فيهاش نت. يعني مثلا انا مثلا لو بصيت مثلا في قرى او في ارياف مصر هتلاقي ان في بعض المدارس لسه لغايه دلوقتي ما فيهاش انترنت عشان ادخل الطالب يخش على المنصه او يخش على الفيديو ويشوف المدرس والكلام ده. اعتقد ان الفيديو او المنصه يا فندم دي هتكون من خلال ممكن من البيت مثلا، يعني مش شرط كلها تكون في المدرسه. انا عايز يعني عايز برضه اوضح حاجه حضرتك. انا راجل مدير تربوي في اكاديميه بورد بريطانيه في انجلترا. الموضوع ده اتطبق في انجلترا من 3 سنين. أيوة. تمام حضرتك. وللاسف الشديد هذه التجربه اثبتت فشلها بالنسبه للطالب. ليه؟ لان الفتره ديت كان الطالب حصل له تغير في سلوكياته في شخصيته. أيوة. فبالتالي ما كانش بيعتمد اعتماد كلي على المدرس. طب بص يعني حضرتك، انا المعلم ان انا قاطع حضرتك. أتفضل. انا لسه من شويه كنت بقول انا بنتي في ثانويه عامه دفعه التابلت. انا تمام. شفت غير اللي حضرتك بتقوله، يعني انا شفتها متفاعله جدا مع الفيديوهات، شفتها حابه جدا فكره ان النهارده كل الدنيا ولادنا طول الوقت الموبايل في ايدهم والتابلت في ايدهم، بدل ما بيتفرجوا على اغنيه او على حاجه ملهاش لازمه او على كرتون، سهل ان هم يتفرجوا على حاجات تعليميه. انا شفت ده، شفت قد ايه هي اتعلقت بالتابلت، بقت تقول لي انا يا ماما حابه قوي ان انا اتفرج، حابه ان انا اشوف اكتر من مستر هو بيشرح مثلا الماده. انا شايفاها كانت تجربه حلوه جدا. هو طبعا في البدايه في اول السنه واجهنا زي ما حضرتك بتقول بعض الاعطال بالنسبه للنت، لان هم يعني عشان الامتحانات كانوا مضطرين ان ده يكون من خلال الشبكه في المدرسه، لكن طول ما هي في البيت يا فندم كانت التجربة حلوه جدا. حضرتك يا سعاده الباشا بعد اذن حضرتك، احنا بقى من كلام حضرتك هنناشد الوزاره. أيوة. في سرعه تفعيل النت في كل نجوع مصر، والا التجربه مش هتنجح. يعني ممكن نقوي بقى يعني شبكات النت طبعًا. شويه خصوصا اللي هيكون من خلالها المنصات. يعني بنناشد الوزاره. انا زي ايوه بالظبط، ان حتى لو من البيت. انا بس عايز اوضح حاجه، انا مش ضد التكنولوجيا يا فندم. ايوه طبعا احنا فاهمين. انا مش ضد التكنولوجيا، بالعكس انا ضد ان انا يعني مع التكنولوجيا ومع ان الطالب يبحث والكلام ده كله، بس اهم حاجه ان يكون في امكانيات متاحه للمدارس كلها، ما تكونش في بعض مناطق ومناطق لا. دي رقم واحد. رقم اثنين، ما تنسيش برضه حضرتك ان التعليم مش بيتوقف على التعليم العام، التعليم الفني برضه
التعليم الفني برضو، يعني انا برضو انا نفسي برضو كان حد يتكلم عن الموضوع التعليم الفني، التجربة بتاعته ان شاء الله هيتم يكون ازاي. معانا ان شاء الله حلقة من الحلقات الجاية نتكلم عن التعليم الفني، لان طبعا هو بيشمل قطاع كبير من الطلبة. انا هضيف حاجة لسيادتك، الطالب مش هيقعد، شكرا يا فندم، مش هيقعد طول الاسبوع في البيت، ما احنا اتفقنا اهو. اذا كان في جائحة كورونا هيروح يومين في المدرسة، وسهل ان هو يتابع المنصات والفيديوهات ويتابع كل هو ده من خلال البيت هو كمان. هيروح المدرسة. يعني اعتقد انا مع كلام حضرتك يا فندم، مع ماشي اتفضل معاه في ان ايه ده، لو احنا هنضطر ان احنا نشغلهم في المدرسة بس، فده هيبقى محتاج ان احنا نت وبنية تحتية عشان يبقى في نت في المدارس كلها ونوصل النت بكل المدارس. لكن هو النهاردة اللي احنا بنتكلم فيه ان الاربع ايام اللي في البيت هو من خلالهم هيقدر يتفرج على الفيديوهات ويدخل على المنصة ويشوف المناهج بتاعته، واليومين او الثلاثة او الاربعة حتى لرياض الاطفال والسنين الاولانية في الابتدائي هيقدر المدرس يتناقش في اللي الطالب شافه في خلال الايام اللي كان فيها في البيت. حضرتك ما تنسيش كلنا عندنا تلفزيونات وكلنا عندنا نت يا فندم. في والله في لا انا بتكلم اهو. أيوة. في برامج تعليمية جديدة، احنا بقى بنجد الوزارة سرعة ان احنا نشوف الكلام ده على ارض الواقع. لا وسرعة المناهج، المناهج يا جماعة هي اساس كل حاجة بالضبط. سواء بقى الكتروني سواء كتاب سواء حضور سواء غياب، هو لازم يكون في منهج طبعا، نبقى عارفين منهجنا ايه طبعا، والمنهج ده قد ايه. هو حضرتك احنا بنناشد الوزارة في سرعة تفعيل قرارات الوزير عشان رجل الشارع إن شاء الله. ولي الامر يحس بالكلام ده. ايوه ان شاء الله. لان احنا دلوقتي هو اكيد خلال الايام الجايه، لان الدراسه 17 اكتوبر آه. ان شاء الله خلال الايام الجايه كلنا متوقعين ان شاء الله ان هيكون في تفعيل لكل القرارات. وبناء عليه بقى الكلام ده كله لو تم. ايوه حضرتك اللي كان بيتكلم على الدكتور اشرف كان بيتكلم على الدروس الخصوصيه، هي مش هتطلع يعني مش هتخلص او مش هتقل في يوم بليله. اكيد الدروس الخصوصيه عرض لمرض. ايوه احنا ما نتكلمش على العرض دلوقتي، نتكلم على المرض. أيوة. المرض اللي هو سببه الدروس الخصوصية حاجات كتير، مثلا منها نتمنى من الدولة إعادة النظر في ميزانية التعليم عشان توفر مدارس وتوفر فلوس. تفعيل الأنشطة في المدرسة عشان تجذب الطلاب. في أنشطة كتير. الجانب الثاني ده في العناية بقى جدا. مين اللي يعني عليه الدور اللي كبير؟ عندي ولادي مثلا في الثانية ابتدائي والثالثة ابتدائي ورابعة ابتدائي، يعني السنين دي بالذات كمان معتمدين جدا على الأنشطة في التعليم. تمام. أي مين اللي هيقوم بالعملية دي كلها؟ نناشد الوزارة بقى في نظرة قوية للمعلم. أي المنوط. لا المعلم ده على راسنا كلنا. ليه بقى؟ أولا المعلم دلوقتي بصراحة بالنسبة للوزارات الثانية بجد حالة يرثى لها فعلا. حرام حرام المعلم القائم على كل ده واللي هيحضر تدريبات ولازم ياخدها ويذاكر بالليل وبالنهار ويقوم بالكلام ده ويبقى المرتب بتاعه بهذا الاسلوب. لا ان شاء الله. وبعدين المعلم بيبدا مكافآته تحاسب على 2014 خلاص، والخصومات على 2020. الفترة الجاية هيكون فاحنا نفسنا سيادة الوزير يدافع عن المعلم. احنا نفسنا الوزير يدافع عن المعلم ان شاء الله هيكون معانا حلقه خاصه بحقوق المعلم المصري، ويبقى هو الرسول بتاع المعلمين للحكومه. ايوه هو طبعا عنده امل انه يجيب دخل للمعلم عن طريق مجموعه التقويه اللي او غيره. لا احنا عايزين من غير مجموعه تقويه ومن غير اي حاجه المعلم يحس انه انا مش محتاج حاجه ان شاء الله. هو ده المتوقع في الفتره الجايه، لان احنا شايفين يعني سياده الوزير دايما بيتكلم عن المعلم ان المعلم ده اهم حاجه اصلا في المنظومه التعليميه، فمن المتوقع ان شاء الله ان الفتره الجايه هيكون فيها اكيد خير كتير للمعلم. المعلم طبيب النفوس. ايوه ومهندس العقول. ايوه طبعا طبعا. وهو قاضي في الفصل. ايوه طبعا. وهو ضابط في المدرسه، يعني الصفات دي كلها المعلم يعملها. أيوة. بيعمل بدور الضابط والمحامي والقاضي. وعموما يعني نتمنى ان المعلم ياخد حقه بصراحه ان شاء الله يا فندم. ان شاء شكرا الله. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك، كنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، استاذ طلب خاطر. شكرا. موجه في التربيه والتعليم. شكرا. شكرا يا فندم. شكرا. لحضرتك شكرا لحضرتك يا استاذ رشا على الاستضافه في البرنامج، ونتمنى لحضرتك النجاح دايما في ميرسي يا فندم. ميرسي، ربنا يخليك. شكرا. اعزائي المشاهدين سعدنا معاكم، وطبعا مناقشتنا ما خلصتش ومش هتخلص، كل يوم هيكون معانا قضيه جديده تهمكم، ولو في اي حاجه حابين ان احنا نتكلم فيها عن طريق البرنامج احنا طبعا في انتظار كل مداخلاتكم. شكرا ليكم ومع السلامه.